إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية 55 من سورة الذاريات. وردت هذه الآية بعد جملة من الآيات التي تأخذ بالعقول، التي تأخذ بالقلوب للتدبر والتأمل والنظر، في مثل قوله تعالى في الآية السابعة من السورة نفسها: والسماء ذات الحبك، وفي الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الآية 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الآية 49: ومن كل شيء خلقنا زوجين، إشارة إلى انبثاث الزوجية في الكون الفسيح، لنتدبر لنتأمل لننظر في مخلوقات الله جل جلاله، لنتعرف على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والآية 49 من سورة الذاريات تساوي الآية 36 من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وتأتي الآية رقم 50: ففروا إلى الله. الفرار إلى الله تقرب إليه، نفر إلى الله بالصالحات، نفر إلى الله بالطاعات، بل نفر إلى الله من خلال فرارنا من قدر الله إلى قدر الله، لأن المرض قدر والصحة قدر، لأن الظمأ قدر والماء قدر والحر قدر والظل قدر. نفر من قدر الله إلى قدر الله، ففروا إلى الله. ثم تأتي الآية رقم 55: ربنا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يذكر بعضنا بعضا فنتخلص من النسيان والغفلة. ربنا قال: واذكر ربك إذا نسيت، ونهانا عن الغفلة ولم ينهانا عن النسيان، فقال في سورة الأعراف الآية 205: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين، ولا تكن من الغافلين. نتذكر فنتخلص من النسيان والغفلة. يذكر بعضنا بعضا بأن لله جنودا لا يعلمها إلا هو،
قال الله في محكم التنزيل في سورة المدثر الآية 31: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال في سورة الفتح الآية 7: ولله جنود السماوات والأرض، فالأمطار من جند الله، والرياح من جند الله، والزلازل من جند الله، والبراكين من جند الله، والأوبئة من جند الله، ولله جنود السماوات والأرض. لا بد أن نتذكر لنكون في حالة من الوعي، فنحسن الظن بالله مهما حصل في دار الدنيا، والدنيا قصيرة ولو طالت، بل هي أقصر من أن نقصرها. نتذكر أيضا بأن الصحة نعمة وأمانة، فيجب علينا أن نحافظ عليها باتخاذ ما يلزم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصحة نعمة عزيزة لا يعرف قدرها إلا من فقدها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن لا بد أن نتذكر بأن الصحة نعمة وأمانة، لا بد أن نعمل على المحافظة عليها واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها ورعايتها، وبعدها نفوض أمرنا لله جل جلاله. لابد أن نتذكر أيضا بأن المرض محنة ومنحة. المرض محنة، محنة تصيب الصحة، محنة فيها ألم، فيها أذى، لا شك في ذلك، ولا يعرف ذلك إلا المصاب، إذ لا تعرف النعم إلا بفقدها. لذلك لا بد أن نعلم أن هذه محنة بأن وراءها منحة إذا كنا من الصابرين، لأن الذي يبتلينا هو الذي أنبأنا وبشرنا، كما في سورة الزمر في الآية 10: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر كما قال الشافعي: والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. ولا بد أن نعلم أيضا بأن الحياة امتحان واختبار، أنبأنا بذلك خالقنا جل جلاله، كما في سورة الملك في الآية 2: الذي خلق الموت والحياة، بدأ بالموت قبل الحياة لتكون نصب أعيننا لا ننساها، فإذا تعددت الأسباب فالموت واحدة، ولكل أجل كتاب. أنبأنا الله عز وجل بأنه خلق الموت والحياة للابتلاء والاختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا بد أن نعلم بأن المبتلى إذا صبر ينال مقاما سامقا عند الله وعند خلقه، ويكون من المبشرين، كما بشرنا الله عز وجل في الآيتين 155-156 من سورة البقرة بقوله: ولنبلونكم بشيء
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. لابد أن يذكر بعضنا بعضًا بأننا أمة الأمل، فالله عز وجل يزرع فينا الأمل الذي يدفعنا إلى العمل. فالحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. نحن أمة الأمل، الله يزرع في قلوبنا الأمل، ولو كثرت عوامل اليأس وتعددت. ونأخذ العبرة من نبي الله يعقوب الذي ابتلي بما تعلمون، ولكن قال في آية القرآن في الآية 18 حينما جاءه النبأ من أولاده بموت يوسف وأنه أكله الذيب، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، الآية 18. وفي الآية 83 فصبر جميل عسى الله، هنا البشرى هنا الأمل، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وحينما أرسل أولاده للبحث عن يوسف وأخيه قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. اجتمعت عوامل اليأس ولكن لم ييأس من روح الله. نتعلم هذا الدرس الجميل، هذا الدرس الجليل، ولو اجتمعت عوامل اليأس لا نيأس. فنحن أمة الأمل، ونبينا صلى الله عليه وسلم أنبأنا كما في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في مستدركه: أمتي أمة مرحومة، إن أمتي في رواية إن أمتي أمة مرحومة. إذن لا ندع اليأس يتغلغل إلى قلوبنا ولو كثرت عوامل اليأس وتعددت. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. نسأل الله عز وجل أن يزرع في قلوبنا الأمل الذي يدفعنا إلى الأمل. أخيراً لا بد أن يذكر بعضنا بعضاً بأن الموت قادم وكلنا إلى ذلك المصير، وتنتهي حياتنا بشهيق أو زفير، وربنا قال لنا جميعاً ولكل أجل كتاب: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولكن لا بد أن نعلم بأن الموت ليست نهاية، بل هي بداية لرحلة الخلود تبدأ بالموت. والله سيجازينا جميعا عما قدمناه في حياتنا. فإذا حولنا حياتنا إلى مزرعة للأعمال، للصالحات، للقربات، للطاعات، للخيرات، سنجني الثمرات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر ما أنزل عند جمهرة العلماء
الآية 281 من سورة البقرة التي يقول فيها ربنا جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع جميع الأوبئة عن البشرية قاطبة. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. استووا واستقيموا ارحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.